النقل التلفزي لمباريات كأس العالم 2010 للنواب محترمين عبد العالي دومو، حسن الدرهم، محمد المصطفى الإبراهيمي، عائشة قلاع، وعبد الحق بوزيان من الفريق الاشتراكي. تفضل. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، إخواني النواب، السيد الوزير. أثار مجددا موضوع النقل التلفزي لمباريات كأس العالم 2010 التي ستنظم بجنوب إفريقيا جدلا واسعا وسط الجمهور الرياضي الوطني، حيث تم الحديث مؤخرا عن احتكار بعض القنوات التلفزيونية للنقل الحصري لنهائيات كأس العالم، الأمر الذي قد يحرم المشاهدين المغاربة من تتبع مجريات حدث يكتسي أهمية كبرى لدى شريحة واسعة من المواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، كيف تتم المتابعة الرسمية لملف النقل التلفزي لمباريات كأس العالم لكرة القدم؟ ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ في هذا الإطار؟ ما هو المبلغ، خصوصا ما هو المبلغ المالي الذي طلبته القناة المحتكرة مقابل بث قنواتنا الوطنية لنهائيات كأس العالم؟ وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيدنا المحترم، اعتذر، اريد نسيت سرد ثلاث نواب يشاركون في القاء السؤال، هم السادة حسن وبلقاس محمد جديه ومبارك الفارسي، اعتذر. اذا جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد نائب المحترم، اريد اولا ان اعلن عن تضامن الحكومه المغربيه مع الجمهور المغربي الذي حرم من حقه في مشاهده تلك الفرجه الكرويه الكبيره التي هي المونديال. والسبب ساعطيكم كل تفاصيله الان. المغرب في منطقه تجاريه اكتسبت حقوق البث فيها شركه التلفزه الجزيره الرياضيه. هي التي اقتنت تلك الحقوق من دون الفيفا وقدمت لنا عرضا وهي في موقع احتكاري. العرض هو 22 مباراة من بين 64 فقط، 22 مباراة هي اللي تختارها ب 15 مليون دولار ب 120 مليون درهم. هذا جوابا على سؤالك الدقيق السيد نائب المحترم. معنى ذلك انه مبلغ مجحف والعرض مجحف كثيرا ويستهين أولا بقدرات الدول وخاصة الدول في الموقع الذي يتواجد فيه المغرب، وتستهين بحق الشعوب في الاستمرار في امتلاك الفرجة التي هي التي تصنعها. العرض مرفوض وقلناه رغم مفاوضات عسيرة مع شركة الجزيرة لمجموعة من الأسباب. السبب الأول، فقط يبت الثلث ديال المباريات. المباريات المنقولة يحدد البائع ما هي تلك المباريات. ماشي حنا اللي نختاروا. من بين أربع مباريات ديال الربوع البائع هو الذي يحدد نصفها، أي جوج ديال المباريات ديال الكارد فينال. خمسة من ضمن مباريات المجموعة، خامسا من بين مباريات المجموعات يعرض علينا البائع المباريات الأقل تشويقا، معناه أننا غادي نخلصوا 140 مليون دولار ونعطيو بضاعة متواضعة للجمهور المغربي، بحيث أنه مستثنات منه المباريات اللي فيها الأرجنتين واللي فيها البرازيل واللي فيها فرنسا واللي فيها الجزائر واللي فيها الكامرون واللي فيها إسبانيا واللي فيها الكوت ديفوار. معناه شنو خلاو لنا؟ هادشي كله ب 140 مليون دولار، 140 مليون درهم. معناه بأنه من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية وضعنا في حالة خيار واحد لا ثانية له، هو خيار الرفض. نحن على أتم الثقة بأن السادة سيدات النواب لا يمكنهم إلا أن يشاطروا موقف الحكومة في هذا الموضوع، وأن المواطنين المغاربة لا يمكنهم إلا أن يؤيدونا، وقد يكون من حق السادة النواب ومن حق الجمهور أن يعاتبنا لو قبلنا تلك الشروط المجعفة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب فريق اشتراكي. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير على جوابكم. طبعا كفريق اشتراكي ما يمكننا الا نشاطروا الموقف ديال الحكومه، ولكن نعتبر في نفس الوقت
بأنه إذا كان الهم هو ترشيد النفقات كان في هذه المسألة، كان سألوا معكم لو أن المنتخب المغربي كان سيشارك في هذه نهائيات كأس العالم. ثانيا تعرفون حساسية هذا الموضوع سيد الوزير، شريحة واسعة من الشباب ومن المواطنين المغاربة كي مشغوفون بكرة القدم وبنهائيات كأس العالم، يعني حرمانهم من هذا المسألة، يعني كنتمنى أن الحكومة تبذل مجهود أكبر، لأنه المواطن المغربي راه يمكن له كينسى فوق الفرجة في كرة القدم في مباريات دولية وفرق دولية، كينسى أنه ما كيشتغلش، كينسى أنه ما واكلش، وكينسى أنه ما شاربش. يعني التأثير ديالو كنشوفوا ما وقع حتى في الديربي عندنا في المغرب. لهذا هذا المرفق عمومي ديال التلفازة كيأديو المغاربة على هذا، وكيلتمسوا أنهم يستافدوا من خدمات هذا المرفق العمومي. شكرا سيد الوزير. شكرا سيدة نائبة محترمة. تعقيب سيد الوزير. رئيس محترم، أنا قلت لكم بأن حتى لو كانوا عندنا الملايير غير مشتين، كنا البضاعة التي سنقدمها للجمهور المغربي بضاعة مشكوك فيها، أقولها بكل صراحة. أنا على يقين بأن كنا غنخلصوا 140 مليون درهم باش نقدموا للجمهور المغربي. شكرا سيد الوزير. متابعة اللي ما غاديش يتبعها، لأن غادي نمشي نشوف أمور أخرى. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد الوزير محترم.